الأداب الأساسية لاجتماعنا اليوم هي أولاً إعداد حصيلة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن باتجاه تنفيذ الأداب المائية المستدامة وتحديد النجاحات والإخفاقات، وثانياً تقاسم الممارسات الجيدة والتركيز على المبادرات والمشاريع الناجحة التي ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق الأهداف المائية المستدامة، وفي نفس الوقت تدارس عوامل النجاح الأساسية والدروس المستخلصة، وثالثاً اكتشاف النواحي الإبداعية عبر مناقشات المقاربات الجديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والحلول المبتكرة التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة النظيفة ومكافحة التغيرات المناخية.